chromosome maternel de la jument n'avait pas assuré le chromosome paternel de l'âne parce qu'ils sont trop différents. Il convient de reconnaître de petites sections chromosomiques communes aux deux espèces. C'est ça le plus extraordinaire dans cette histoire. Elle a pris un bout d'un premier chromosome, puis un bout d'un deuxième, d'un troisième, et ainsi de suite. Et ils se sont tous assemblés. Là où il aurait dû y avoir seulement deux chromosomes, il y en avait parfois sept. Et je vous assure que c'est absolument stupéfiant. C'est comme ça que la mule a pu fabriquer son ovule. En combinant plusieurs brins d'ADN différents, l'ovule possède toutes les informations génétiques nécessaires pour s'unir avec le spermatozoïde d'un âne, provoquant ainsi la naissance miraculeuse. Nous avons enfin l'explication. Les deux petits mulets n'ont pas vécu très longtemps, mais ils ont permis aux scientifiques de résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles. Affaire classique. السلام عليكم في هذه الأمسية الظريفة علينا إن شاء الله كل جميعا. إذن هذا هو الموضوع اللي كنت باغي نتكلم فيه. وفي الحقيقة أنا عندي سنوات وأنا نتبع في هذه القضية هذه، وكان خصني الدليل. كنت واحد العام مقالة في 2015 والله واشي، طحت في واحد المقالة هكذا في بلوج مانيش عارف يهضر على الطيور، وعاودت وليت ليه باش نطبع هذيك المقالة هذه ونتحقق منها وكيش ما ندير، ما لقيتهاش. الى انه بقيت نقلب حتى ان وراس سيدي بالله العلي العظيم، غير كنت راقد في ديك الليله باك شعل التلفزيون باش ما دانيش النوم باش نرقد به. ايا رقدت التلفزيون باش شعل حتى الصبح الربعة نسمع فيه هذا. اها المهم باش ندخلوا في الموضوع، يعني هي العلاقه تاعها بالطيور، هي العلاقه تاعها بالميتاسيون. الميتاسيون في الطبيعة كاينة واحدة ولا زوج ولا ثلاثة تخرج في الطبيعة، دي ميتاسيون. احنا اللي نتكلموا عليها هي الطائر المقنون تاع المقنين تاع الميتاسيون، الحسون تاع الطفرة هذا اللي راه موجود درقا. ويعني في الحقيقة ما نقدروش نقولوا عليه الحسون سيبيري. لماذا؟ هنا منتشر عليه واحد الاسم صافي هذه مدة وانا نسمع فيه، يقولوا له الانترميديير، لو شاردوني انترميديير، يعني ماهوش خاص بسيبيري ولا إليغونو، انترميديير مخلط منهم كل. المهم يعني هنا هذه القضيه هذه بدات معايا في 2009 لما كذبنيش ربي وقيلها. المهم في ذيك النواحي اول خطره اول مقنين ميتاسيون شريته، لاحظ فيه امور اللي هي ماهيش تاع مقنين، يعني ما تعملي بين واضحه وضوح الشمس. منها البقع البيضاء اللي في الذيل، الرسم تاعها كيما الرسم تاع الميلي. منها كيما نقولوا احنا اللون الاسود، هو اسود مكسر ماهوش كيما الاسود البري. منها امور عديده جدا، ماهيش غير شويه برك بزاف. منها امور اللي هي ظاهره واضحه وضوح الشمس كيما هذه البقع هذه تاع الذيل، والله فيها كذلك سميها لي الطيور اللي تبدا تطلع، ماشي تبدا تطلع غير تخرج من البيضه تلقى عندها صفوره تحت الذقن. كاينه ثاني مساله اخرى اللي هي يا ربي كانت فينا، هي ثاني المساله هذيك اللي كانت شدت انتباهي، هي شطح تاع كيفاش يشطح المقنين تاع الميتاسيون كيما الميلي. بون بعيد شويه عن الميلي، قريب شويه للمقنين، لانه ماهوش كيما المقنين. وكاين ثاني مسائل اخرى بغيت نتحقق منها. هذه قلت لك مده سنوات، احسب هاي 10 سنين ديجا 11 سنه وباش بنادم يعني طاح في الصح. واللي حبيت نقوله انا في هذا الموضوع هو يعني ماشي انه يعني نضرب الماني انا الميتاسيون نقول ماهيش مليحه والله لا، ماهيش مش هو القصد تاعي انا. الميتاسيون ما كانتش مليحه عندها اسباب اخرى، مش هذا هو السبب اللي خليني نقول عليها ماهيش مليحه. انا جبت هذا الموضوع هذا باش نشارك هذه المعلومه هذه ونقول باللي الميلي راه فيه الفيمال اللي تولد وفيه المال اللي يولد. دونك كاينين طيور ينجموا على هذا التزاوج هذا وماهوش عاقر 100%.
باش نكونوا متفاهمين. وطحت انا في واحد القصه نتاع اللي هي متعلقه بالمقنين والميلي تاع الكناري، ولقيته باللي يولد في 46 والله في 64 لما كذبنيش ربي، في بين لكسمبور، في لكسمبور بين الالمان وفرنسا اللي والبلجيك اللي صارت هذا اللي صارت القضيه هذه. المهم ما نطولوش فيها باش ما كان نروح بعيد، وكاين موضوع ثاني اخر باغي نتكلم فيه مادام ها معطلونا ما كان لا خدمه لا قدمه، قال لك ريح في بيتك وقعد هانا نتحدثوا شويه. كاين واحد الموضوع بغيت نتحدث فيه دوك ندير له فيديو وحده، وهو موضوع اللي كان جبدوه هذاك البيطاري سميه لي واقيلا فلسطيني ما كذبنيش ربي، نسيت ما عنديش الاسم تاعو يروح لي دائما، وتكلموا على تلقيح البيض. هذا الموضوع القادم، ضرب التلقيح البيض، ويعني يطلع الذكر يطلع مرة واحدة يلقح كم قداش البيضة وفي قداش المدة. دوك ندلي وحنا ثاني بدلونا واش صرا معنا، واش لاحظنا في مدة السنوات هذه كلها. المهم لقاءنا في الفيديو الثالث إن شاء الله.